الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سائلة تسأل فتقول: إن زوجي لا يصلي ولكنه يصوم، فهل عدم صلاته تفسد صومه أو تقلل من ثوابه؟ فنقول: وبالله التوفيق، إن الصلاة ركن من أركان الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، وتركها كبيرة من الكبائر. ولكن هل يفسد الصيام بتركها؟ نقول: إن ذلك لا يؤثر في صحة الصيام، فصومه صحيح إن شاء الله، ولكن قد ينقص أجر صيامه بسبب تركه للصلاة. فنقول بناء على ذلك أن صومه صحيح إن شاء الله، وعليك أختي السائلة أن تنصحي زوجك بأن يحافظ على الصلاة. هذا والله أعلم.